إلى القضايا الاقتصادية؟ هي طبعا انت اي مشروع كبير زي ده يعني بتأثر بالبيئة اللي حوله يعني. ونحن بالنسبة لنا كان الهم الأساسي انه نحن نتحصل على تقنيات متقدمة، ويعني لسوء الطالع ما يبي انه هذه التقنيات المتقدمة دايما بتكون موجودة عند شركات بعينها، وفي معظم الأحيان يعني دايما زي ما بيقولوا السياسيين الاقتصاد ما بينفصل من السياسة، فكل الأشياء المتعلقة بالتنمية ونمو المجتمعات هي كلها بتدخل في أضابير السياسة في نهاية الأمر يعني. إذا في ختام هذا اللقاء أرجو أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ حسن ساتي المدير العام للمشروع، المهندس عمر حسين المدير الزراعي، ودكتور